طب في الروشتة نمرة واحد، وده أتمنى أن يكون في حد سامع نمرة واحد، أننا نشيل الدعم لمن لا يستحقه من اللي هم دخلهم عالي جدا، يقدروا يدفعوا بنزين غالي، من المصانع اللي بتاخد كهرباء دعم ببلاش، والدعم لذوي الدخول والمكاسب الهائلة دي، وفي نفس الوقت تجديد الدماء البشرية أو القوى البشرية في الشرطة. نمرة اتنين، وتعملي مع الأمن بقى يعني استكمالا للأمن معدات وأفراد ومرتبات، وبعدين بعد كده حملة دعائية قوية جدا لتوعية الجمهور انه يساعد الامن والبوليس، ويعتبر انه حياته في ان راجل البوليس ده يبقى مدعم. مش معقولة تبعتي ضابط بطوله كده بصدره قدام واحد ماسك رشاش بتاع تاجر مخدرات وتسيبيه، ده لازم يبقى مسلح تماما وفي ايه طياره وتحتيه فرقه وهكذا، مش كل يوم اتفرج انا على ضابط شاب كده اتقتل من واحد مخالف للقانون سواء كان بتاع مخدرات او غيره، ما ينفعش كده. فده نمره اتنين، ان انت عاوزه تنفيذ القانون، اعمال القانون ده مهم جدا، لازم دي تبقى دولة قانون، وما فيش حاجة ان انت تحل مشاكل بالطريقة العرفية دي، ما ينفعش. لازم الدولة تحترم وقانونها يحترم وينفذ على الجميع. بعد كده عندك الأجور العالية والأجور الواطية، دي كان ممكن حلت الفئة. يعني هل اللي انا عاوزة اخلصه منك، عاوزة اقولك ان انا مش هطلب فلوس من بره، مش هزود عبء الميزانية ابدا، انا هعيد ترتيب وتنظيم الفلوس والامكانيات اللي عندي بطريقة ارشتها واحطها في الحتت اللي يجب ان تكون فيها. بعد كده اعمل جلسة للصناعيين عشان شغل المصانع، ايه العقبات اللي عندكم، هل هي في القروض، هل هي في التأمينات، هل هي في تسهيلات إدارية، هل في عقبات حكومية قدامكم. يعني احسس الصانع او صاحب المصنع او المستثمر المصري، انا بهتم اساسا بالمستثمر المصري قبل الاجنبي. لو المستثمر المصري قوي وواقف على رجليه، الاجنبي هيجي طبعا. فاهم حاجه انه يشعر ان الحكومه وراه وبتدعمه في كل خطوات التصنيع بتاعه. نمره اتنين، الزراعه والفلاح، 55% من سكان مصر فلاحين وعايشين في الريف. لازم اعيد مجد الزراعه زي ما كنا في الخمسينات، وكنا مدينين انجلترا بالانتاج الزراعي بتاعنا سواء كان القطن او غيره. ان انا ده اللي عاوز دعم بقى، من اول البذور للاسمده للكيماويات للحشرات للري لنظم الالات، ده اللي خلق ال 55 مليون دول ما يعرفوش حاجه غير الزراعه. صحيح، ما ينفعوش يعملوا حاجه تاني. فانت كنت تعيدي مجد القريه وتبقى منتجه، بدل الناس كلها ما بتسيب كراها وتيجي تقعد على ارصفه هنا ماسك فاس عشان يزرع، حد يشغله في نهار ويبطل يومين ثلاثه. يعني اللي عمل كده الراجل سيلفا دولولا في البرازيل، رئيس البرازيل، خلى الهجره عكسيه من المدن الى الريف، بان عمل خدمات وتسهيلات في الريف. وخلى الانسان حب مهنته وصنعته، مش يهرب من انه فلاح وانه مزارع. ايوه، لان ما فيش مش واصله له اي، يعني احنا عملنا 50% كراسي العمال الفلاحين، استفادوا ايه الفلاح؟ ولا حاجه. انا عندي ان انت تديله هو الدعم وتخليه يسكن في مكانه ويرجع مجد زراعته، والمراكز البحثية الزراعية تبقى وراه تزيد له الانتاج، والدولة تاخد منه الانتاج بثمن معقول يساوي شغل طول السنة. ده اللي كان ينتج، يعني الزراعة تنتج والصناعة تنتج والسياحة برضو نسنتها ونشوف مشاكلها كده، تقوم البلد تدور عجلة الانتاج اللي احنا عمالين اللي احنا
بعد كده عندك المعادن والثروات المعدنية والطاقة الشمسية اللي العالم كله يتمنى ان يكون عنده صحيح. طاقة شمسية زي اللي في الصحراء الغربية او في سيناء ونبيعها للأوروبيين. ملك المغرب عمل كده علما ان الشمس والرياح والمطر عنده اقل من عندنا. فاحنا ليه ما بنعملش نركز على الحاجات الجديده؟ اهو دي ساعتها لما تقولي استلف يعني دي احنا هنبيع الطاقه الشمسيه، يعني حاجه جايه لنا كده ربانيه ثروه جايه لنا من السماء. عارفه هلا الطاقه الشمسيه لو عملناها بالسكيل ده وبعناها لاوروبا هتبقي انت اغنى من المملكه السعوديه، هتطلع لك انتاج لباب السماء. أيوة مش ده مش تمني، ده بالدراسه انه السعوديه بتنتج 10 مليون برميل يوميا. اوكي وعارفه ثمنها كام طبعا البرميل. الطاقه الشمسيه دي هم الاوروبيين عاوزينها ومستعدين يساهموا في تكاليفها عندك عشان هم عاوزين يبطلوا النووي. ايوه طبعا واخد بالك، واحتياجاتهم للطاقه بتزيد كتير جدا. فدي فرصه عمرك ما تستغل اللي ربنا عطاهولك الهبه العظيمه دي. الحاجه الثالثه اللي فاضله هي الاراضي الجرداء سواء الصحراء الغربيه او سيناء.